إثيوبيا، هي أقدم دولة مستغلة في أفريقيا، ويبلغ عدد سكانها 110 مليون نسمة، وثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان بعد نيجيريا. سجلت إثيوبيا نموا اقتصاديا مزدوج الرقم متتاليا لمدة عقد ونصف. كان الاستثمار العام ولا سيما في بناء البنية التحتية المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الأخير لإثيوبيا، مما ساعد البلاد على تحقيق نتائج ملموسة في المجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأمة. جذبت إثيوبيا عددا كبيرا من الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة. وفقا لتقرير البنك الدولي الأخير، تتصدر إثيوبيا شرق أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع ما يقرب من نصف التدفقات إلى منطقة شرق أفريقيا. تعد سياسات التنمية المناسبة الحالية والاهتمام الخاص للحكومة بالقطاع والقوى العاملة التنافسية والقابلة للتدريب من بين العوامل الرئيسية التي مكنت البلاد من النجاح في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر كواحدة من أكبر المتلقين للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا. اجتذبت إثيوبيا العديد من العلامات التجارية العالمية التي تسلط الضوء على فرص الاستثمار التنافسية. لا تزال هنالك إمكانية واسعة لاستيعاب تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. اتخذت الحكومة تدابير جادة في تحرير الاقتصاد وإزالة الغيود الهيكلية أو التنظيمية، تم إطلاق أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلية والتي تهدف إلى إطلاق العنان لإمكانات التنمية في البلاد وتعزز المكاسب السابقة وتحقق التحسينات حيث كانت هنالك فجوات في مساعي التنمية في البلاد. تهدف هذه المبادرة الجديدة إلى جذب الاستثمار الخاص في قطاع الزراعة والتصنيع والتعدين والسياحة وتكنولوجيا المعلومات. إثيوبيا هي واحدة من أسرع الاقتصاد نموا في العالم، حيث تضم 70% من السكان المنتجين والقوى العاملة المدربة. مع وجود سوق إثيوبي مزدهر وديناميكي، تعمل البلاد على تعزيز التجارة والاستثمار لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز الصادرات وخلق فرص العمل. تقدم الحكومة الإثيوبية حوافز في قطاعات مختلفة وعطاء وإعفاءات من ضريبة الدخل يصل إلى 10 سنوات، وإعفاء من ضريبة دخل الشركات مع إعفاء إضافي 2 إلى 4 سنوات اعتمادا على قطاع المشاركة. كما تقدم خصم 30% لمدة 3 سنوات متتالية في المناطق النائية، وإعفاء ضريبي إضافي يصل لمدة 2 بنسبة 60% للتصدير داخل وخارج المجمعات الصناعية. وضعت الحكومة رؤيتها المتمثلة في جعل إثيوبيا مركزا صناعيا رائدا في أفريقيا على تطوير المجمعات الصناعية وتوسيعها. قامت الحكومة حتى الآن ببناء وتشغيل أكثر من 20 مجمعا صناعيا، حيث تقع على طول ممرات التطوير الرئيسية. تقدم إثيوبيا مجموعة شاملة من الحوافز للقطاعات ذات الأولوية، وتشمل هذه امتيازات معافاة من الرسوم الجمركية على السلع الرأسمالية ومواد البناء وعلى قطع الغيار التي لا تزيد قيمتها عن 15% من القيمة الإجمالية للسلع الرأسمالية المستوردة. للمستثمرين الحق في استيراد الرسوم الجمركية المدفوعة على المدخلات المواد الخام والمكونات عند شراء السلع الرأسمالية أو مواد البناء من الصناعات التحويلية المحلية. إعفاء من ضريبة الدخل يصل إلى 6 سنوات لتصنيع والمعالجة الزراعية، ويصل إلى 9 سنوات للاستثمار الزراعي. إعفاء إضافي من ضريبة الدخل لمدة 2 إلى 4 سنوات للمستثمرين المتصدرين الموجودين داخل المجمعات الصناعية، وإعفاء من 10 إلى 15 عاما لمطوري المناطق الصناعية. ترحيل الخسارة نصف فترة الإعفاء الضريبي للعديد من حوافز التصدير. أطلقت إثيوبيا مثل إعفاءات ضريبة وقروض مدعمة لتشجيع الاستثمار، لكن البيروقراطية والصعوبات اللوجستية جعلتها تحتل أدنى المستويات على مؤشرات البنك الدولي للوجستات التجارية. ورفعت أحدث خطوة من مجلس الاستثمار الإثيوبي، وهو كيان يرأسه الدكتور ويتألف من عدة وزراء ومحافظ البنك المركزي، القيود عن الاستثمار الأجنبي في خدمات التغليف والشحن والنقل البري. كانت هذه القطاعات مقصورة في السابق على المواطنين الأثيوبيين، وسيسمح للشركات الأجنبية من الآن بالاستحواذ على حصص تصل إلى 49% في أنشطة الخدمات اللوجستية. وأخيراً، الإصلاحات التي يقوم بها رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد ستساعد على جذب المزيد من المستثمرين من مختلف دول العالم، وخاصة الدول العربية الشقيقة التي تشهد استثماراتها في إثيوبيا بمعدلات نمو مرتفعة وتحولاً متصاعداً من الاقتصاد الزراعي إلى الصناعي، ولما تملكه إثيوبيا من الفرص التجارية والاستثمارية الهائلة.
أنا أتمنى من خلالكم أن يسمع المستثمر اليمني موقف الحكومة الأثيوبية فيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية وما هي الامتيازات التي يجب أن يحصل عليها المستثمر وهي موجودة. هناك تسهيلات كثيرة من الجانب الأثيوبي فيما يتعلق بمنح الأرض، بمنح التراخيص، بمنح امتيازات وإلى آخره. لدينا أيضا تصور في أن يعني نوجد هوية للمستثمر اليمني هنا، يستطيع من خلال هذه الهوية أن نتحدث إلى الجانب الأثيوبي ونطلب منه إذا كانت هناك من امتيازات إضافية، نطلب من خلال هذا المجلس أو هذه الهوية أن نطلب أن نحصل عليها كمستثمرين يمنيين. وأنا متأكد وعندي الثقة المطلقة بأن الجانب الأثيوبي لن يميز بين مستثمر وآخر بقدر ما يرحب أكثر باليمني على اعتبار أنه يمني، ترتبط يعني يرتبط الأثيوبي باليمني بعلاقة الدم والتاريخ المشترك. الثقافة الشعبية أو الموروث الثقافي شكل من الأشكال التعبيرية المنطوقة والتي تختزنها الذاكرة الشعبية، وهي جزء من الثقافة الإنسانية ككل يتم حفظها بشكل شعوري أو غير شعوري لتتجسد في كل من المعتقدات والعادات والممارسات الحياتية. وتشمل هذه الثقافات الموروث السردي والحكم والأمثال الشعبية وغيرها من فنون التعبير الأخرى. وتكمن أهمية الثقافة الشعبية في أنها تؤدي دورا في إبراز تراث الأمم وتعزيز خصوصيتها، كما أنها مجموعة العناصر التي تشكل ثقافة المجتمع المسيطر في أي بلد أو منطقة جغرافية محدودة، والتي تنتشر باستخدام طرق إعلام شعبية، وتنتج هذه الثقافة من التفاعلات اليومية بين عناصر المجتمع إضافة لحاجاته ورغباته التي تشكل الحياة اليومية للقطاع الغالب من المجتمع، وهي مفصولة عن السلطتين السياسية والدينية. تمتلك إثيوبيا ثقافة متنوعة مبينة بشكل عام على هيكلة عرقية لغوية تتبع الأغلبية الناطقة باللغات الإفريقية الأسيوية، مزجا بجمع تقاليد تطورت بشكل مستغل ومن خلال التفاعل مع الحضارات المجاورة والبعيدة عنها، بما في ذلك أجزاء أخرى من شمال شرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية وشبه القارة الهندية وإيطاليا وماليزيا. اليمن كما لكل بلدان العالم تراثها الخاص المتوارث عبر الأجيال قرنا بعد آخر، وتعتبر الرقصات أحد أهم عناصر التراث في كل بلدان العالم لما لها معان جميلة ومناسبات خاصة. وثقافة اليمن غزيرة وغنية بمختلف الفنون الشعبية من رقصات وأغاني والزي والحلي والجنبية، تختلف من منطقة لأخرى تعود بأصولها لعصور قديمة جدا، ولها دور في تحديد معالم الهوية اليمنية وقوميتها، ومدن تاريخية وسدود وحصون وأشكال من الفن المعماري وثروة أثرية من العهد السبئي الأول، المحميات الطبيعية الغزيرة المنتوج مثل مناطق عتمة وتنوع مناخي لطيف. لو استعرضنا التاريخ لوجدنا أن اليمن وأثيوبيا روح واحدة بجسدين. اليمن وأثيوبيا ترتبطان بعلاقات تاريخية قديمة منذ حضارة أكسوم وأيضا السبائيين. لا تنسى أن اللغة السبائية هي نفسها الموجودة الأمهرية في أثيوبيا، ونفس الخط ونفس التكوينات. أقول لك حاجة مهمة، هنا في أثيوبيا لغة يترنم بها القديسون في الكنائس الأثيوبية، وهي اللغة الأجعزية أو الجعزية، وهي ترانيم دينية على مستوى الكنائس. هذا هي أصلها لغة جعزية آتية من اليمن،
ومن يتمحص ومن يتفكر ومن يتدبر ومن يقرأ التاريخ يجد أن هذه اللغة هي لغة إعجازية جاءتت من اليمن، وبالتالي هذا مؤشر على أن البلد، على أن أثيوبيا واليمن بلد ارتبط بحضارات واحدة، بثقافة واحدة، بلغة واحدة، بتاريخ واحد، بهجرات بينية متوارثة. في الظرف الراهن الآن لدينا رغبة في أن أيضا نزيد من وتيرة هذا التبادل الثقافي المشترك بين البلدين يعني. وأنا سعيد جدا حقيقة أنه اللغة العربية الآن لها شأن في الشارع الأثيوبي ولها تقبل في الشارع الأثيوبي، وهذا يدل على أن يعني التمازج الذي حصل بالذات بين اليمن وأثيوبيا هو انعكاس لهذه الرغبة الموجودة الآن في إعطاء أو منح اللغة العربية مكانة أو حيز في المكون الثقافي الأثيوبي. كيف تقيمون علاقتكم بوسائل الإعلام الأثيوبية وخاصة الإعلام الناطق باللغة العربية منها مثل إعلانات فاعل؟ الحقيقة لي علاقة خاصة ومتميزة بالإعلام الرسمي الأثيوبي، خاصة منها القنوات العربية الناطقة باللغة العربية، وهذا ليس بجديد يعني. فدائما وأبدا أكون سعيد جدا عندما أطلب لإلقاء كلمة أو تصريح أو بيان، وهذا شيء طيب جدا أنه نلتقي من وقت لآخر لنتحدث عن شؤون بلدينا، عن علاقاتنا، عن ثقافة المجتمع الأثيوبي أو اليمني، مدى التمازج، مستوى يعني الوعي المشترك المتبادل بين الشعبين. وهذا شيء طيب أن تنقل قناة مثل قناتكم العربية الرائدة في أوساط الشعب الأثيوبي، هذا يعزز من وتيرة أو يعزز من اللحمة بين الشعب الأثيوبي والشعب اليمني. خلال تواجدكم في أثيوبيا، فما الشيء الذي جذب انتباهكم؟ أول شيء جذب انتباهي هو طيبة الإنسان أو الرجل الأثيوبي، هذا الرجل الذي يحمل ثقافة ووعي، يحمل روح طيبة عفوية يعني ربما تكون نادرة في وقتنا الحالي. أقول لك شيء يعني، حتى على مستوى القهوة أو البنة، أنا كنت في يوم من الأيام يعني ماشي كذا فوجدت امرأة يعني تبيع البنة، فقلت لها يعني بنا الله يعني بالامريكي، قالت الله. قنزب يلم، قالت شكر لم. فجابت القهوه فشربت القهوه، بعدين اردت انا حاسب، قالت نو لا 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 لا. قلت لها انا يعني كنت بس عايز روح المداعبه يعني، وروح يعني اتعرف على الروح الاثيوبيه الطيبه العفويه الصادقه الكريمه المضيافه اكثر. فأصرت ألا تأخذ مني فلسا، حيث قطعت على نفسها وعدا أنها ستأتي بالبنة بدون مقابل. فكان لها أثر في 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 قلبي، ويعني أثر طيب فعلا. هذا شيء. الشيء الآخر جذبني أيضا أنه أنا لا أشعر في الشارع بالغربة يعني، ما حتى كثير من الناس يقول يمني، أقول لا يمني، قال على طول يأشر يقول يمني the blood is the same. فهذا شيء يعني جذبني كثيرا، و جذبتني أيضا عفوية كما قلت، عفوية الشعب، وأيضا استعداد مساعدة أيا كان الغريب يعني أيا كان. وهذا أنا لاحظته في كثير من الحالات، يتداعى يعني كثير من الناس إذا ما حصل شيء. وأذكر يعني حادثة قريب من مسكني، فكلهم أتوا وكأن هذا الشيء يعنيهم أكثر ما يعني أكثر، وهذا زرع في قلبي أثرا طيبا تجاه إخواني من الشعب الأثيوبي. كلمة تود إرسالها للحكومة الأثيوبية والشعب الأثيوبي والعالم العربي أيضا. أقول للشعب الأثيوبي أو الإخوان الأثيوبيين، السلام الداخلي هو الأهم، ولا تنمية بدون سلام،
لا تنمية بدون سلام. نحن في اليمن نفتقد إلى السلام الداخلي، ونتوق إلى أن نستعيد هويتنا بالسلام الداخلي، وخيارنا الأساسي وخيارنا الوحيد، يعني لأننا نعيش في بقعة جغرافية واحدة، لنا مستقبل مشترك واحد، ولنا مصير واحد، وعلينا أن نسلم وعلينا أن نعترف بهذا الحقيقة التي إذا أردنا إذا 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 حاول الآخرون تجاوزها لن يكون نصيبهم إلا الفشل، وبالتالي علينا أن نعترف بأننا نعيش في هذه البقعة الجغرافية المهمة، وأن مصيرنا هو مصير واحد، مستقبلنا مستقبل واحد، أمننا أمن واحد، تنميتنا تنمية واحدة، سلامنا هو سلام واحد، وبالتالي فلا خيار لنا إلا هذه الطريق. أيضا كلمة أخيرة، أهني إخواني الأثيوبيين بطيفيهما الديني سواء كان المسيحي أو الإسلامي. هنا الآن فترة صيام للأخوة المسيحيين، وأيضا شهر رمضان الكريم، فمن خلالكم أقدم التهنئة بهاتين المناسبتين للأخوان الأثيوبيين بشكل عام، ونتمنى أن يعيده الله علينا بالأمن والأمان والسلام. وفي الختام مشاهدين الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة.